أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن شخصية أبي طالب سلام الله عليه، ونعتذر للأخوة والأخوات المستمعين عن وجود خلل فني، انقطع البث، وكان للحديث صلة. وها نحن الآن في صدد إتمام البحث أو الحديث عن هذه الشخصية العظيمة، وتحدثنا عن المقام الأول، استدلال بعض ما ورد في مصادر الجمهور على كفر أبي طالب، و لا يثبت الاستدلال أمام النقد العلمي، وقد ناقش مفصلا هذا الاستدلال العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه في الجزء 7 و8 من كتابه الغدير. وننتقل الآن إلى المقام الثاني من الحديث، لنقول أن أي شخصية إذا أردنا التعرف على هويتها لابد من الرجوع إلى مواقفها وأقوالها وما روي عنها وما ورد عنها، ومن خلال هذه القرائن يمكن الوقوف على هوية هذا الشخص أو هذه الشخصية. وعليه المقام الثاني يحوم حول ما ورد في مقام الاستدلال على إيمان أبي طالب وذبه عن الدين الحنيف وعن شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ب15 وجه ذكره العلامة الأميني، ابتداء من سفره مع أبي طالب، سفر النبي صلى الله عليه وآله مع عمه أبي طالب إلى الشام، و مرارا بالاستسقاء، ويذكر 15 منها استسقاء الاستسقاء وموقف أبي طالب في ميلاد علي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب حينما فقد النبي صلى الله عليه وآله، وبدأ أمر النبي، و وقوف أبي طالب إلى جانبه، وإلى غير ذلك من مواقفه، وقول أبي طالب لعلي الزم ابن عمك وصل جناح ابن عمك، قول أبي طالب لجعفر أو لعلي، وأبو طالب وحنه على النبي صلى الله عليه وآله، وأبو طالب وابن زبعرة وما حصل بينهما وصحيفة قريش وإلى غير ذلك. يستدل العلامة الأميني بهذه الوجوه 15 وجها على إيمانه وذبه ودفاعه عن حريم الرسالة وعن شخص النبي صلى الله عليه وآله. نعم، وما ورد في أشعار أبي طالب فهي كثيرة وكثيرة، لربما تزيد عن 3000 بيت من الشعر، ومنها: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة. وقول أبي طالب: ليعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم، وإلى غير ذلك. هو يوصي أولاده بنصرة النبي صلى الله عليه وآله، والذب عن النبي صلى الله عليه وآله، والدفاع عن النبي، وحتى ما ورد عنه: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية
دينا وإلى غير ذلك من الأشعار التي ورد عن إيمانه صدق أبي طالب. وأبيض يستسقى الغمام بوجه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل في حديث الاستسقاء عن أبي طالب. ولذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم شعر أبي طالب، ولعل أكثر من 3000 بيت من الشعر يشير في الكثير منها إلى نصرة النبي ويوصي بني هاشم وأولاده ويوصي أولاد إخوته بنصرة النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو المقام باختصار الثاني لإيمان أبي طالب سلام الله عليه. وأما المقام الثالث، إذا أردنا أكثر أن نقف من طرق صحيحة وثابتة على مواقف وإسلام وتوحيد أبي طالب، فلا بد من مراجعة أهل البيت، فأهل البيت أدرى ما فيه. فما ورد ابتداء من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حتى ورد في كتاب الجامع لابن الأثير جامع الأصول: ما أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وآله غير حمزة والعباس وأبي طالب.